أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا صدق الله العلي العظيم هل تعلم أنت المؤمن بأنك ضعيف جدا في جميع معادلات القوى في العالم؟ ليست لك قوة مهمة عالمية، على وجه البسيطة لا توجد حكومة واحدة تتبنى دعمك، بل ولا توجد حتى حكومة واحدة تدعي أنها تتبنى دعمك. توجد حكومة تدعي، مجرد ادعاء، أنها تتبنى دعم المؤمنين. ليست لك سلاح قوي عالمي في مجال الإعلام، شبه صفر، إعلام ضئيل جدا في عالم الإعلام العالمي، لا يحسب أصلا له حساب. الدبلوماسية العالمية، المنظمات القوية العالمية في اتجاه آخر بعيد عنك كليا. أصحاب المليارات من الأموال بعيدون عنك كليا. من
من دون وجود هذه المقومات للقوة العالمية كيف تتوقع أن تتوسع؟ كيف تتوقع أن تصعد؟ لا يهابون حكومة تتبناك لأنها غير موجودة، لا يحسبون حسابا لإعلامك لأنه شبه منعدم، ولذلك القضايا الكبيرة الكبرى لك لا يتصدى لها الإعلام العالمي. بعد أكبر من قضية زيارة الأربعين يتجاهلونها، يعني لا يحسبون لإعلامك أي حساب، مع أنه في إعلامك أنت تضج، هو أصلا ولا كلمة، يعني حسابك لا يعني إعلامك لا قيمة له، لا يحسب له حساب. المنظمات العالمية القوية الدبلوماسية العالمية لا تدعمك، لا يرعون لا يرعونها لأجلك لأنها في جهة ثانية، لا يطمعون في أموالك، أين ملياراتك؟ غير موجودة أو غير مفعلة على الأقل. تتوقع أن تتوسع؟ تتوقع أن تصعد؟ ولكن العجيب العجيب الغريب جدا أنك مع هذا الوضع، مع ذلك كله، تتوسع بسرعة فائقة بصورة مذهلة. مقومات التوسع ما غير موجودة، لا ولا مقوم من مقومات التوسع موجود. أكثر من هذا، ليس المقوم، حتى المقدمات غير موجودة. مقدمات توسعك، مقدمات صعودك غير موجودة. مقدمات، ما هو السبب؟ كيف أنت تتوسع بهذه الصورة المذهلة حتى صار أعداؤك يضجون من توسعك، يصرخون أيها المسلمون هؤلاء يتوسعون؟ لماذا هؤلاء يصرخون؟ الألم شديد، قاسي عليهم، لا يتحملون. هذا التوسع من أين؟ هذا الصعود من أين؟ ما هو السبب؟ العالم عالم الأسباب والمسببات. ما هو سبب صعودك مع هذا الوضع؟ نعم، الدنيا دار الأسباب والمسببات، يلزم أن تكون هناك أسباب. نعم، توجد أسباب أنت تتوسع بسرعة فائقة، هذا له أسباب، أسباب كثيرة طولية. طبعا أختصرها في ثلاثة أمور طولية، طبعا ليست في عرض واحد، هذه الأمور طولية. أبدأ من الأدنى. الأمر الأول، سؤال، هذا السؤال أحيانا يطرح والجواب جاهز، هل جيش الرحمن أكثر أم جيش الشيطان؟ البعض بسرعة يجيب يقول واضح جيش الشيطان أكثر، القرآن الكريم يقول أكثرهم لا يؤمنون، جيش الشيطان أكثر. كلا، جيش الشيطان أقل،
لا أقول أقل بدرجات، أصلا لا قياس. جيش الشيطان عشر معشار معشار معشار، إلى غد قل معشار لا يكون بالنسبة إلى جيش الرحمن. جيش الشيطان خاص فقط وفقط بالبشر والجن فقط، في كل هذا الكون الشيطان ليس له جيش إلا من البشر والجن فقط. طبعا في البشر والجن نعم جيش الشيطان أكثر، أكثرهم لا يؤمنون. أما بقية هذا الكون، بقية هذه المخلوقات، كلها جيش الرحمن، بدءا من أصغر ذرة في هذا الكون ضمن جيش الرحمن، إلى أقوى ملك في هذا العالم، هؤلاء كلهم جيش الرحمن. كم هو عدد جيش الرحمن؟ الحيوانات، الحشرات، النباتات، هذا ورد في روايات شريفة بالنسبة إلى بعض المفردات، كمفردات كنماذج في أحاديث قدسية هذا وارد. جيش الرحمن عدده كبير جدا، وأنت تمشي مع مسيرة جيش الرحمن الذي هو يغطي كل هذا الكون، يعني معك، يعني يسندك، يسندك جيش جرار قوامه مليارات ومليارات مليارات مليارات إلى غد. تريد أن لا ترتقي؟ طبعا ترتقي. لاحظوا إخواني، أمثل لكم بمثال، مثال جسم الإنسان. جسم الإنسان، الإنسان عندما ينظر نظرة بدوية يرى القلب يعمل لنفسه، الكبد تعمل لنفسها، الدم يجري لنفسه، كل شيء يعمل عمله، هذه النظرة البدوية. أما إذا نظرت نظرة شمولية إلى جسم الإنسان، ترى كل جزء من أجزاء جسم الإنسان مرتبط ببقية الأجزاء ضمن دائرة تعمل هذه الأجزاء، لا يوجد جزء يعمل لنفسه، كل جزء في جسم الإنسان يدعم كل جزء في جسم الإنسان من قريب أو من بعيد، إما كمقوم أو كمقدمة، يعني يمهد أرضية، يعني يسند. هذه النظرة الشمولية، وهذا واضح بالنسبة لنا اليوم، هذه الأجهزة كلها تعمل مع بعض إلا أن يحصل خلل. هذا نظام الجسم، هذا النظام الصغير جسم الإنسان. الكون كله هكذا. النظرة البدوية أن الشمس تسير لحالها، من هنا تشرق من هنا تغرب، القمر يسير لحاله، الأرض تسير لحالها، الذرات وضعها الخاص، الرياح وضع خاص، الأمطار وضع خاص، أبدا. هذا قديما كان يقال، اليوم البشر يعرف أن كل ذرة في هذا الكون، إذا كان لا يعرف بالنسبة إلى كل الأشياء، يعرف بالنسبة إلى كثير من الأشياء، مرتبطة ببعض ارتباطا وثيقا جدا. وهذا موضوع جدا عظيم، مذهل، وجدا جدا مسلي. لو أردت أن تقرأ تفاصيل ارتباط أجزاء هذا الكون، ارتباط بعض الأجزاء بالبعض الآخر، لعلك تتمكن 4 ساعات 5 ساعات أن تستمر في قراءة هذه المعلومات، معلومات جدا مسلية وجدا مذهلة. إخواني،
البشر يتمكن أن يوفق بين شيئين في جزء واحد من 10,000 جزء من الثانية. شيء مذهل. ولكن هذا الكون مرتبط بعضه ببعض بمقدار ما يقول علماء هذا الفن والعلم، بجزء يعني بأقل من جزء من 10 مليارات جزء من الثانية. ولو اختل هذا التوازن الأرض لا تنفجر، هذه المجرة تنفجر. لو صار اختلال في هذا التوازن الدقيق، جزء من 10 مليارات جزء من الثانية، يعني بهذه الأجزاء الدقيقة، كون جدا غريب مرتبط والشيء المرتبط بعضه ببعض ليس بفاصل قليل، بينهما مليارات السنوات الضوئية. هذا ما يقوله العلماء طبعا، يعني شيء جدا مذهل وجدا مسلي، لطيف جدا. معلومات ومعلومات لعلكم قرأتم بعضها. الكون كله مرتبط، في هذا الكون المرتبط كله كل أجزائه بكل الأجزاء، أنت المؤمن تسير بنفس اتجاه الكون، تسير في جيش الرحمن. المسكين هو غير المؤمن الذي يسير بخلاف اتجاه جيش الرحمن، يعني بخلاف اتجاه كل هذا الكون. ذاك المسكين، أنت وضعك طبيعي، أنت تصعد جدا طبيعي، كل شيء مرتبط، يعني كل ذرة تدعمك من قريب أو من بعيد، تدعمك دعما قويا أو تدعمك دعما من الدعم. هذا الجيش الجرار يدعمك، تريد أن لا ترتقي؟ طبعا ترتقي، طبعا تصعد. بكلمة واحدة ألخص هذا الأمر، الأمر الأول بكلمة واحدة ألخصه، أنت تسير نحو اتجاه الحقيقة الواقع، وهو المسكين يسير باتجاه الباطل. ما الذي يصعد؟ الحقيقة، الواقع هو الذي يصعد. الباطل بقوة تريد أن تحفظه، الباطل ليس له قابلية الاستمرارية إلا بقوة، ما دامت القوة موجودة الباطل يمشي، وإلا الباطل فورا يضمحل. ارفع القوة منه، القوة الداعمة للباطل، الباطل ينزل يهبط ينتهي. أنت تسير نحو الواقع، هو يسير نحو الباطل، خلاص. ما الذي يصعد؟ الواقع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك شيء واقعي في هذا الكون، البشر يرضى أو لا يرضى، البشر يقبل أو يرفض، لا فرق. قبول البشر وعدم قبول البشر لا يغير من الواقع. البشر يقبل أن الشمس تسير أو لا يقبل، لا فارق، الشمس تسير. هناك شيء واقعي في هذا الكون، وهو اسم هذا الواقع محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى جمع قدرات الكون لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الدنيا تقبل، الدنيا طبعا تقبل، البشر يقبل أو لا يقبل ليس مهما. لو رفض البشر، كل البشر يرفضون هذا الشيء، هذا يخرج عن واقعيته، واقع. البشر يرفض كثير من الأمور الواقعية ليس مهما أصلا، هذا واقع. القدرات مجتمعة هنا عندهم صلوات الله وسلامه عليه. كثير من البشر يرفض وجود الله سبحانه وتعالى، لا يرفض، ليس مهما أصلا،
أين البشر؟ ما هي قيمته؟ البشر لا يتمكن أن يغير كيانه، ليجتمع البشر كلهم ليجعلوا جسم الإنسان 50 مترا، هذا الشيء الضئيل الضئيل في هذا الكون لا يتمكن. يتمكنون؟ يحاولوا أن يجعلوا جسم البشر 10 سنتيمترات، يتمكنون؟ يصنعون أجهزة، يفتخرون، شيء بسيط في أنفسهم لا يتمكنون أن يغيروا. البشر يرفض، ليرفض، ليس مهما أصلا، هذا واقع. الله سبحانه وتعالى جعل قدرات الكون عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأنت المؤمن مرتبط بمصدر قدرات الكون، تريد أن لا تصعد؟ تريد أن لا ترتقي؟ هناك شيء كثير من البشر، لا أقول أكثر البشر، أكثر البشر يؤمنون بأصل الشيء، كثير من البشر، ملايين من البشر يرفضونه، اسمه البركة. البشر لا يعترف، بعض البشر قلة، كنسبة قلة، بس عددهم كثير، ملايين، يقولون لا توجد هناك بركة. بركة يعني ماذا؟ رفضهم يغير الواقع؟ لا. البركة مؤثرة تصعد، عدم البركة تنزل. أنت تعرف كم من البركات تحصل عليها عندما تصلي على محمد وآل محمد؟ عندما ترفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وعجل فرجه، صوتك هذا تعلم ما الذي يوجده من البركة في هذا الكون؟ بركة عظيمة. بركة يعني ماذا؟ بركة يعني صعود، بركة يعني دفع بلاء. البشر لا يعترف. البشر قبل قرن تقريبا، من بداية زمن البشر لعله إلى قبل قرن، عشرات القرون، مئات القرون لعله، البشر كان يرفض شيء اسمه الغلاف الجوي للأرض. هذا غير الواقع؟ الغلاف الجوي للأرض موجود ويمنع نزول كثير من أنواع الإشعاعات الضارة إلى الأرض، يمنع من دخول كثير من الأجرام السماوية الضارة إلى الأرض. يمنع أم لا؟ يمنع. البشر يرفض، ليرفض، هذا واقع. غلاف جوي، البركة غلاف جوي. ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الصلاة عليهم غلاف جوي. البشر لا يقبل، لا يقبل. كثير من البشر أصلا لا يذكرون هذا الذكر العظيم، والجماعة هؤلاء يذكرونه ناقصا، حسب بعض الروايات الشريفة يضرب على رؤوسهم. خلاص، أنت تذكر هذا الذكر تاما كاملا كما يريده الله عز وجل وكما هو مؤثر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بركة هذه. العالم مجتمع ضدك، فليكون، أنت عندك غلاف جوي. دعاءك لمولاك صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، دعاءك لتعجيل فرجه، تعلم كم من البركات توجد في دعائك لإمامك؟ الروايات الشريفة،
هذه الرواية المشهورة في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. يعني ماذا فإن ذلك؟ تفاسير عديدة، احتمالات عديدة، ولعل كل هذه الاحتمالات صحيحة، ليست احتمالات متنافية. إحدى الاحتمالات أن معنى فإن ذلك يعني دعاؤكم، دعاؤكم بتعجيل الفرج هو دعاؤكم فرجكم، هو نفس الدعاء، نفس الدعاء يوجد الفرج. يعني اليوم أنت ترى أثر دعائك لإمام زمانك. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك، أي إحدى التفاسير، أي فإن دعاءكم هذا الدعاء نفسه فرجكم. بركة عظيمة. قدراتك المادية ضئيلة صغيرة، ولكن عندك أشياء ثانية، أنت مرتبط بهذا البحر، أنت مرتبط بهذه القوة العالمية الحقيقية. لا تنس كلام إمام زمانك أرواح العالمين فداه، إنا غير مهملين لمراعاتكم. أنت أقوى قوة في المخلوقات، صاحب كل القوة في المخلوقات، يقول أنا أرعاك. تريد أنك لا تصعد؟ هذا ثانيا. وثالثا، قلت هذه أمور طولية من مصدر واحد. الله تعالى في قضية سورة التحريم بالنسبة إلى المرأتين اللتين نزلت فيهما هذه الآيات المباركة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا، يعني تتظاهرا، شيء متفق عليه بين المسلمين، تفسير هذه الآيات واضح جدا لا خلاف فيه، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. تعلم ماذا يعني فإن الله هو مولاه؟ توجد كلمة تحمل نجاحا أكبر من هذه الكلمة؟ الله مولاه، اعملوا ما شئتم أنتم. البشارة لك أيها المؤمن، آية قرآنية أخرى، الله ولي الذين آمنوا. بعد هذه الآية المباركة أيضا تسأل كيف أنك تصعد؟ الله وليك. تتكلم عن إعلام عالمي قوي، تتكلم عن أسلحة نووية ذرية أقوى من هذه، أسلحة فتاكة، تتكلم عن دبلوماسية عالمية. أنا أتكلم معك عن جيش جرار معك،
أتكلم عن شيء أعظم من ذلك، قدرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام معك. الله عز وجل وليك، هذه توافه أم لا؟ القنابل توافه أم لا؟ الصواريخ توافه أم لا؟ بالنسبة إلى هذه الأشياء التي ذكرتها أنا، نعم، بالنظرة المادية الرافضة للأمور الأخرى أنت الضعيف، بالنظرة الواقعية جدا طبيعي أنت تصعد، جدا طبيعي أصلا واضح. سؤال، إذن لماذا هذه الخسائر في المؤمنين؟ خسائر في الأرواح، خسائر في الأموال، خسائر. أي تاجر، لا حتى غير التجار يعرفون، معادلة بديهية أصلا عند الناس، الخسارة والربح ينظر إليهما معا، لعل الشخص يخسر في مجال ويربح أضعاف، هذا لا يسمى بخسارة، هذا ربح. أنت تخسر كأمة إيمانية، تخسر ولكن الأرباح كم هي؟ بحساب بسيط جدا. انظر سابق المؤمنين، انظر الوضع الحالي للمؤمنين، خلص قضية بديهية أصلا. قضايا قياساتها معها لا يحتاج أن أشرح لك أصلا، كيف كان الماضي كيف اليوم، وعلى نفس النسق إن شاء الله سيكون المستقبل بإذن الله عز وجل وببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثلاث نقاط سريعة، ثلاث كلمات. أولا، نعرف قيمة هذه القوة التي نملكها أم لا؟ إن شاء الله الجواب يكون إيجابيا إن شاء الله. ثانيا، نعتمد على هذه القوة العظيمة ونفرح بهذه القوة، وبذلك فليفرحوا، أم نفرح بالتوافه؟ الدولة العظمى الفلانية وقفت إلى جانبنا، نفرح نعتمد عليها؟ التوافه. أنا لا أقول الإنسان لا يسعى، أنا لا أقول الإنسان لا يمشي لا يستفيد، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إعداد يلزم أن يكون، هذا شيء طبيعي، ولكن أنا أعتمد على هذا الإعداد؟ أنا أفرح بهذا الإعداد أم فرحي بذاك؟ أمر بالفرح، فليفرحوا، تعلمون لام الأمر هذا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بصورة عامة يبين كراهة الفرح، الله لا يحب الفرحين، ولكن هنا لا، الله عز وجل يأمر بالفرح، فليفرحوا. الفرح بهذه القوة لا بهذه التوافه، هذه التوافه يلزم أن نسعى لها، واجب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه قوة، ولكن الأساس هناك أم هنا؟ اعتمادنا أين؟ فرحنا بأين؟ هذا ثانيا. ثالثا، كمثال بسيط جدا، العقيدة، الحب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الحب القلبي، بغض أعداء أهل البيت، البغض القلبي، هذا هو العمود الفقري للدين، هذا هو الهيكل الحديدي للبناء، ولكن الهيكل الحديدي يحتاج إلى أكساء أم لا؟ يحتاج إلى جدران أم لا؟ يحتاج إلى أبواب ونوافذ أم لا؟ الأعمال الصالحة إكساء،
العقيدة الهيكل الحديدي الأساسي الذي لا تهزه العواصف، أقوى من الفولاذ، صاعقة مادية ومعنوية لا تتمكن أن تزيله. هذا هيكل عظيم قوي. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. اللهم صل على محمد. هذا الهيكل الحديدي، أما أعمالنا الصالحة إكساء لهذا الهيكل الحديدي، أداؤنا واجباتنا، ابتعادنا عن المحرمات، توجهنا إلى الأخلاقيات، الأخلاقيات، الأخلاقيات مع زوجتك، مع أطفالك، مع أصدقائك، أخلاقيات، هذا أكساء لهذا الهيكل الحديدي القوي. نحتاج إلى أكساء؟ نعم نحتاج إلى أكساء. نحتاج إلى ائتمارنا بأوامر أهل البيت، حبنا لأهل البيت يعني ائتمارنا بأوامر أهل البيت، هذا نحتاج إليه أيضا. نمشي على هديهم، أمروا بشيء خلاص، نهوا عن شيء خلاص. أبارك لكم الذكرى العطرة العيد الكبير الكبير، ذكرى بعثة أفضل المرسلين أشرف الأنبياء أفضل الخلق حبيب الله صفي الله نجي الله أمين الله سيد الأولين والآخرين حبيب قلوبنا حبيب قلوب جميع المؤمنين أبي القاسم المصطفى المجتبى محمد ببركات هذا الرسول العظيم الذي نحن متنعمون من بركاته وبركات أولاده الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بهذا الرسول العظيم الذي يحتاج إليه رسل الله سبحانه وتعالى ويحتاج إليه وإلى فضله ملائكة الله المقربون، اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ببركاتهم بحقهم بمقامهم عندك لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم بحقهم اغفر ذنوبنا، اللهم بحقهم اقضي حوائجنا، اللهم بحقهم اكشف همومنا وغمومنا، اللهم بحقهم انصرنا على أعدائنا نصر عزيز مقتدر، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين